إذا بيوم من الأيام شفت التراب يرمى على صديقك أو أخيك أو عزيزك وغادر الحياة، وقتها راح تدرك بأن الزعل والحقد والحسد والكبرياء شيء تافه جدا وما له أي قيمة. وبالنهاية حنا بشر، لسنا عن الأخطاء معصومين ولسنا عن الزلل محرومين. حنا بشر نخطئ ونصيب، نحضر ونغيب، نطلب من نقصاننا الكمال، وحنا نعلم بالنهاية أن لله سبحانه. مع كل هذا النقصان الذي يعترينا نجد للأقوال ناقد وللأفعال حاقد وللإنجاز حاسد، بل نجد من يتحدث خلف ظهورنا ويخاف الظهور، بل نجد من يبحث عن هوامش أخطاء حياتنا حتى أصبح يستوطن الهامش دائما. بالنهاية أصلحوا وتسامحوا ما بينكم، فالجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة. سنرحل ويبقى العدل.